النوع الأول بديور الهيماتوما arterial injury fracture شكل convex doesn't cross the suture. النوع الثاني subdural الهيماتوما cross the suture شكون شكلها كذي مثل الخط. في acute و chronic. الأكيوت تكون لونها الأبيض والأسود تكون كرونيك، فهذا أكيوت on top of chronic. السبديرة الهيماتوما نشوفها في كبار السن خاصة اللي ياخذون حبوب سيولة وتسبب صداع، هي نزيف الأوردة. النوع الثالث اللي هو انترابرنكام الهيموراج سبب ارتفاع شديد في ضغط الدم، يكون شكله شيء ضاغط على الفنتركلز. البازل جنجليا تكون أكثر مكان يحوش النزيف بسبب الشرايين الصغيرة اللي فيها، لما يرتفع ضغط الدم كثير يسبب نزيف. لما يكون نزيف داخل الفنتركلز نسميه انترافنتركلر هيموريج، مثل ما نشوف هنا ممكن يكون صاحب الانترابرنكام هيموريج. النوع الأخير السباركنايد هيموريج لما يكون في أنيريزم انتفاخ في الشرايين وتنفجر يسبب معانا السباركنايد هيموريج. نشوف أشعة مقطع المخ في كيس حوالينا رينج انهانسمنت على الأطراف، في ماخذ صبغة وفي إديمة حوالينا، هذا صديد في المخ أبسس. هني تسكر شريان كامل فهذا جزء من المخ صار لونه أسود هايبودنس، بتكون هاي جلطة في المخ اسكيميك انفاركشن.